أحلى صباح مع هاني وسيلفا. أحلى صباح. تحية صباحية إذن، ومنستكمل مشوار أحلى صباح مع كل الأصدقاء اللي انضموا لنا بمشوار اليوم. تحية لكل اللي بعتولنا الفتور. إحنا رح نأخذ مستمعين اتصال واحد في عطني شوار. الاتصال كتير مهم لأنه مستمع قديم. أي والله. طيب خلونا نأخذ أبو سعد. صباح الخير يا أبو سعد. هلا وسهلا هاني، شلونك أبوي؟ الله يخليك حبيبي يا أبو سعد. طيب وشلون اللي معك عشاء طيبة؟ والله اللي معي تسمع كي ترد عليك. صراحة يا أبو سعد لك فقدة يا أبو سعد. ما تفقدين غالي ولا يوحك صغار. الله يوفق ويستر عليك. تسلم لي يا رب. شو مسا أيوة شو اليوم الله. الصباح ما شاء الله قلنا زمان ما سمعنا صوتك، كيف اليوم حكيتنا؟ والله ماني بصحيح في ذا الشهر مرت ماني بصحيح. سلامتك قلبك. سلامتك يا ابو سعد. طيب الله يسلمكم كلكم من غير شر ان شاء الله، والمستمعين الله يخليكم في الاذاعه الله يوسع صدرك. والله اللي حطنا في الاذاعه ان شاء الله. طيب كركر على كيفك يا هاني يا قويه حبيبي الله يخليك. طيب أبو سعد، إحنا الآن عندنا مسابقة عطني السؤال، أنت كيف أمورك في المعلومات العامة؟ يبدو لي أنه موسوعة أنت يا أبو سعد. لا والله نهبش، ما نهبش موسوعة، يلا. نهبش تهبيش. والله تهبيش زين مرة. يا أبو سعد اليوم الأحد، أوكي؟ أي. اسأل بلا حدود، ماشي؟ وراح تعوي تلتمس تقول أحد. هذه تغير الأسامي يا أبو سعد، خربت الأسامي. خربت الأسامي يا خي، عم ندلع الأيام لأنه الأحد كتير تقيل شوي. الأيام زينة هسا، بس تمشي على ما يرام إن شاء الله. طيب. يا رب يلا واحد واثنين، شو بتختار؟ وش أحد اثنين اللي تبين؟ اختار اللي تبين. أعطي السهل، سهل اللي أبو سعد. أعطونا السهل، أعطونا اللي رقم اثنين. وفي جريش وفي فرقوق وورصع، يلا أعطينا رقم اثنين. رقم اثنين الإجابة تقول لبنان. اوكي اعطينا سؤال تكون اجابته لبنان. اي وش نجيب لبنان؟ وين نجيب لبنان؟ وين يجيب التفاح من؟ التفاح مو شرط من لبنان. البرتقال. والبرتقال هم مو بس من لبنان. لا بس احنا مشهورين فيهم. هلا هاني ما تبلش. اي بس مو عندكم بس. طيب وين يجيبونه؟ وش اسمه؟ الصفيحه والزعتر الصفيحه والزعتر؟ ولا كلب الزين اللي عندهم؟ والله يعني هذا بلاد الشام بشكل عام، حتى الأتراك هم أساس الموضوع هذا. لكن خليني أقول لك على سالفة يا كم تبعد عنه الأتراك الله يهديك يا طالي عرب اللي زي. اسمع شوف أعطينا شيء عندهم الكورنيش. الكورنيش الروشة. الروشة 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 هي شرفت. برافو عليك زبط. وحي فردان يا شفت كيف؟ لا لا هو له ساعة عم بجرب يفهمك شغلة انه لبنان، وعم يذكر لك امور انت تقول له لا ما هيدا من تركيا وهيدا من الصين وهيدا ما بصير. لا لا بس هذا الكلام انا اقصد انه يعطيني معلومة. مثلا الحين لبنان ما هو البلد العربي الوحيد اللي ما فيه صحراء؟ هو لبنان مثلا. اوكي اي الله الله، فيه غابات وفيه مويه يعني، يعني بحر وشجر وجبل يا أي. ابو سعد اي اجل وبحر وسمك. طيب ابو سعد في لبنان الله يهديك يا هاني، انت كل شيء دائما معوز لي دائما. لا 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 بالعكس يا ابو سعد. طيب ابو سعد حبيبي انا شاكر لك، حاب توزي تحياتك لاحد؟ والله اقدم تحياتي لك واللي جنبك. نعم. واللي يسمعنا واللي يسجلنا حبيبي، طول لي في عمرك يا ابو سعد. واللي يقول الحوطي من السم، هذه تحياتي له. وبطلب طلب ممكن؟ تفضل حبيبي. طلبات تحطوا لي فيروز كيفك انت ملا انت كيفك انت ملا انت يقولون كيفك انت ملا انت يقولوا هالو عم يقولوا عن عندك اولاد. ايه انا كنت والله مفكرتك برات البلاد، شو بدي بالبلاد الله يخلي الاولاد ملا انت. الله 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 اخر مره شو قلت لي؟ ايوه بدك تضلي بدك فيك تفلي. ايه عاد هذه تفلي وضلي هذه عاد ما ادري عنها. طيب حبيبي ابو سعد انا شاكر لك على المشاركه هذه، ونسمع صوتك على خير. يا الوالدي ووالديك بالجنة فمان الله حبيبي. طول شكرا لأبو سعد، يعطيك ألف عافية. لا أبو سعد خطير. لا 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 صراحة من أجمل المستمعين اللي حكيونا اليوم.